أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي أن المشاركين في قمة دول جوار السودان أعربوا عن قلقهم العميق إزاء استمرار العمليات العسكرية في السودان وتدهور الوضع الأمني والإنساني. ونشد البيان الختامي للقمة الأطراف المتحاربة وقف التصعيد والالتزام بالوقف الفوري لإطلاق النار وإنهاء الحرب. إعراب عن القلق العميق إزاء استمرار العمليات العسكرية والتدهور الحاد للوضع الأمني والإنساني في السودان، ومناشدة الأطراف المتحاربة على وقف التصعيد والالتزام بالوقف الفوري والمستدام لإطلاق النار لإنهاء الحرب وتجنب إزهاق أرواح المدنيين الأبرياء من أبناء الشعب السوداني وإتلاف الممتلكات. 2. التأكيد على الاحترام الكامل لسيادة ووحدة السودان وسلامة أراضيه وعدم التدخل في شؤونه الداخلية والتعامل مع النزاع القائم باعتباره شأناً داخلياً، والتجديد على أهمية عدم تدخل أي أطراف خارجية في الأزمة بما يعوق جهود احتوائها ويطيل من أمدها. وقال الرئيس السيسي إن البيان الختامي أكد أهمية الحفاظ على الدولة السودانية ومقدراتها ومؤسساتها ومنع تفككها وانتشار الفوضى والإرهاب. وأشار الرئيس السيسي إلى أهمية التعامل مع الأزمة وتبعاتها الإنسانية بشكل جاد وشامل. التأكيد على أهمية الحفاظ على الدولة السودانية ومقدراتها ومؤسساتها ومنع تفككها أو تشرذمها وانتشار عوامل الفوضى بما في ذلك الإرهاب والجريمة المنظمة في محيطها، وهو الأمر الذي سيكون له تداعيات بالغة الخطورة على أمن واستقرار دول الجوار والمنطقة ككل. 4. أهمية التعامل مع الأزمة الراهنة وتبعاتها الإنسانية بشكل جاد وشامل، يأخذ في الاعتبار أن استمرار الأزمة سيترتب عليه زيادة النازحين وتدفق المزيد من الفارين من الصراع إلى دول الجوار، الأمر الذي سيمثل ضغطاً إضافياً على مواردها يتجاوز قدراتها. أعلن الرئيس السيسي أن المشاركين في القمة اتفقوا على تسهيل نفاذ المساعدات الإنسانية إلى السودان عبر أراضي دول الجوار. وأشار الرئيس السيسي إلى التوافق حول تشجيع العبور الآمن للمساعدات لإيصالها للأماكن الأكثر احتياجاً في السودان. الإعراب عن القلق البالغ إزاء تدهور الأوضاع الإنسانية في السودان وإدانة الاعتداءات المتكررة على المدنيين والمرافق الصحية والخدمية ومناشدة كافة أطراف المجتمع الدولي لبذل قصارى الجهد لتوفير المساعدات الإغاثية العاجلة لمعالجة النقص الحاد في الأغذية والأدوية ومستلزمات الرعاية الصحية بما يخفف من وطأة التداعيات الخطيرة للأزمة على المدنيين الأبرياء. 6. الاتفاق على تسهيل نفاذ المساعدات الإنسانية المقدمة للسودان عبر أراضي دول الجوار، وذلك بالتنسيق مع الوكالات والمنظمات الدولية المعنية وتشجيع العبور الآمن للمساعدات لإيصالها للمناطق الأكثر احتياجاً. داخل الأراضي السودانية ودعوة مختلف الأطراف السودانية لتوفير الحماية اللازمة لموظفي الإغاثة الدولية.